شخص حكيم كان جالس عند النهر، شاف عقرب تغرق، راح مديده بيطلعها ولدغته، وتم يصارخ مسكين. حاول مرة ثانية ولدغته، وتم يباغم. راح بيحاول مرة ثالثة وكان واحد يشوفه، قال يا أخي أنت ما تتوب، حاولت المرة الأولى ولدغتك والمرة الثانية ولدغتك. قال للعقرب طبعها انهت الدغ، وأنا طبعي إني أرحم. لا والله صدقنا نحن، ما عليكم من يقولون صار بنكوك يتعالج، شو اسمه يتعالج، وعيب الوضع سكن هناك بعد.